اي ودبت مويه. دبت مويه لا. تعال حسين. تعال. تعال حسين تعال. اول شيء عقوبة لك تروح تصحي سالم عدي. ما تيجي الا سالم عدي معك، ما جاء سالم عدي معك خصم 1500 نقطة لك. سالم عدي ابغى اشوفه انا. هو مو في اضافه المسجد. معك رح لا تجي هو معك. نايم صاع تله. بسرعة لو سمحت يعني. هلا 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 ابو حسين. هلا هلا وسهلا هلا وسهلا شلون؟ صار طيبين. شبيه اسطوانة ها؟ ما لكم داعي تسبون عيال. طيب. صدق ما لكم داعي تسبون انس. طيب. انت تدرون انس انه ما له مثيل لانه ما في احلى منه. خلاص انت فاهمني. بنسبك كمل. شنو؟ حبك. همك. طيب. همه الغمة. انت اول فريق وصل صح؟ نعم. الفريق الثاني باقي ما وصل. يعني نطبخ. اعطوهم 200 نقطة كل واحد. صفق. شكرا انس الميموني. شبيه قلبي ابو عاد. نعم. شبيه. انا زوج. والله طلع. ونعم. ترى اجيب القدر. قلت جاهز. لا ما نبي راس سالم حزام، سالم عدي. هذا راس سالم عدي الله يرضيك رد. غلط. دي خليكم معي دقيقة. اليوم نصب ليه؟ شيل ذا. تعال. ايش اسمه تعال؟ تعال شفت ذا. شفت المقطع هذا ذا؟ ولا لا ما تعال اقعد لا هذا حق شيء سعيد ما قطعنا حيقول خلنا ناخذ يا اخي هذا جديد هذا طويل زياده طويل ذا هو يعيش بذا شن صار واحد اثنين ثلاث واحد اثنين شن الو كم حمار صار مع المقدم ميمون يا اخي ذا والله يشبه ذا ويشبه ذا؟ يشبه الاسطوانة؟ شو يشبه بعد؟ أشياء واجد حداكم وين زياد؟ هذا من؟ من؟ سؤال للجمهور هذا من؟ من؟ حداكم هذا من؟ أنا زياد بطني أسلم يا الشيخ أنس يجيب لك ماركة ارفع ودبة الموي دبة الغاز صح؟ طيب تسحب منهم ال 200 نقطة ما سويت شيء من يسوي؟ ما اقدر انا ضعيف ما اقدر اشيل شغال ها شغال كويس مايك يا اخي اي ما اقدر اللي... انت تعرفني ما اقدر اشيل ذا اقسم بالله خليني برحب بالمشاهدين وارجع كنت وياه رحب وانا معك بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقرة هنهم بداية اسبوع جميلة جدا ما يكمل جمال الاسبوع الا بعودة متعب الرقعان بمشيئة الله سبحانه وتعالى اهلا بكم اليوم معي المطبخ رجعناه على 2-2 عدد المتسابقين قام يقل فرجعناهم على 2-2 متسابقين منها رياحية في المطبخ ويقدمون الشيء الجميل جدا اليوم عندنا كبسة حمام مع المتسابقين الجميلين العزيزين الغالين على قلبي ناصر المري نعم. وزيادة بن شري وسالم بن معدي وحسين الصيعري حسين الصيعري وسالم معدي ما جونا لها الحين فإذا لم يأتوا إلينا الآن سوف نتخذ الإجراء الآخر وشو الإجراء الآخر؟ خاصة ثلاثة نقطة وشو؟ سجن فحنا يمكن ناخذ الإجراء الثاني نعطيهم كم؟ عطهم ساعة عطهم لا لا خلاص بطيهم قلم عندنا ساعة طيب ندردش مع الربع 5 دقائق على ما يصير الربع الثانيين عدوا خب انت خب روح خلي خب من اللي خب الثاني؟ خلنا نسولف على ما اجي سالم عدي سوي ايش هذا قدامه؟ ها؟ سوي ايش هذا؟ لا لا دقيقة خلنا نسولف ما شاء الله عليك انس كيف جيت من تحت ذي؟ بسم الله ما شاء الله عليك ما دريتها ما دريتها يلا حيهم ضبط الكرك شلونكم؟ والله جوا ايش فيك؟ بسم الله عليك وسخ يا اخي تو لابس
بسم الله عليك. بسم الله.